يقول غسل الجنابة، غسل الجنابة له نوعان يا إخواني. ولذلك جاء رجل أبي حنيفة قال يا أبا حنيفة أرأيت إن كنت جنبا ونزلت في البحر أجعل وجهي تجاه القبلة أم عكس القبلة؟ شايفين السؤال هذا؟ واحد قال لو أنا نزلت في البحر عشان أغتسل وجهي يكون فين؟ جهة القبلة ولا عكس القبلة؟ قال أرى أن يكون وجهك تجاه ملابسك حتى لا تسرق. يلا طالع عند ملابسك عشان ما تنسرق. نقول غسل الجنابة له طريقان. الطريق الأول وهو يسمى الإجزاء، وهو أن تعمم الماء جميع، أن تعمم الجسم جميعا بالماء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين وتنظف. هذا اسمه إيش؟ غسل الجنابة المجزئ. تروح تصلي والله يوفق ما عليك ولا شيء إن شاء الله عز وجل. النوع الثاني غسل الجنابة الكامل الذي صح من حديث ميمونة حديث عائشة وغيرهما من الصحابيات الكريمات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إنك أول شيء تقوم تغسل يديك إيش ثلاثا، ثم تغسل مكان ذكرك وما حوله من ما أتاه الأذى من الجنابة، ثم بعد ذلك أنك تتوضأ وضوءك للصلاة وأن تجعل الرجلين في آخرهما، ثم بعد ذلك أن تعمم جميع الجسد بالماء مع تعاهد ما تحت الإبطين والمغابن. والمغابن هو ما غبنا وخفي من جهة الفخذ إلى داخل الجسد، ثم بعد ذلك تخرج وتزيد عليها أنك أنت تغسل اليدين ثم تغسل الذكر ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على جسدك ثم تخرج. والوضوء في الحالة هذه تجعل معه القدمين، أو أردت أن تؤخرهما فلا شيء في ذلك. ومنهم من يجعل دلك ليش للشعر حتى تنقي بشرته، هذه طريقة وهذه طريقة، وافعل ما تحتاجه منهما فلا شيء عليك والحمد لله. وقيل مع الوضوء المضمضة والاستنشاق. أيوة لا ما لها علاقة، هنا ليس له علاقة، ما في مشكلة، ما ليس له علاقة في ذلك ما دام أنه في داخل غسله ولم ينتهي، ما دام أنه في داخل غسله ولم ينتهي. أما المنهي عنه أنه بعد ما يطلع من الغسل وينتهي يقوم إيش أن يمس ذكره، كما في حديث لقيط بن صدرة أو حديث أبي هريرة إنه بضعة منك، يدخل في هذا ليش في هذا الخلاف. ومنهم من قال وإن مسه من غير حائل فمع شهوة بطل وضوءه، وإن لم يمس وإن مسه مع غير شهوة فلا شيء عليه، أما من مسه من وراء حائل فلا شيء عليه، ولا خلاف كما من مسه بدون حائل. نعم أيوة ما يخالف ها نعم أيوة أن يبدأ بما يمينه سنة الوضوء وينتهي بما يسيره، وإن بدأ بما يسيره وانتهى بما يمينه فلا شيء عليه، لكن كان النبي يبدأ بالميامن وينتهي بالمياسر عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب